يحكي عن نفسه والجمع يحدث عن الحب والوفاء للرسول عليه الصلاة والسلام من أبناء أرض الإسراء والمعراج. هذا الحشد المبارك جاء ليجدد البيعة واستمرار السير على طريق محمد عليه الصلاة والسلام. شعبنا وفي لرسول الله ولمسرى رسول الله، لن يمس الأقصى إن شاء الله سوء، وفي شعبنا عين تطرف. هذا عهدنا مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا شيخ كمال، رأينا أنه في اهتمام بمناسبة على قضية الجريمة والعنف، شو سبب الاهتمام الشديد خصوصا بك ذكرى؟ يعني شعبنا هو الحاضنة للمسجد الأقصى المبارك، فوجود هذه الظاهرة الغريبة، ظاهرة الجريمة، هي مما تضعف هذا الموقف من أبناء شعبنا. لذلك نحن نعتبر أن هذه ظاهرة مرضية ومشروع استهدف أبناء شعبنا، لابد أن نواجهه، وسننتصر في هذه المواجهة إن شاء الله. رسالة أخيرة لأبناء شعبنا بهالمناسبة. يا أبناء شعبنا، رسالتي لكم أن سيروا على خلق وهدي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاحفظوا ألسنتكم واحفظوا أيديكم من أعراض بعضكم ومن دماء بعضكم. شكرا. شكرا.